طنطا الاتحاد الاسكندري يعني بيخسر نقطة أو نقطتين مهمين جدا في مشواره هذا الموسم. خليني أقول لكم أيضا الرجاء ووادي دجلة مباراة كانت يعني نارية. الرجاء بيتقدم بهدفين ثم يتعادل أو بيقل يعني بيقلل الفارق فريق وادي دجلة ثم 3-1 للرجاء. وثم بقى الشوط الثاني يعني دجلة بيفوق وبيحرز هدفين، الهدف الثالث أو هدف التعادل بالنسبة لفريق دجلة جه في الدقائق الأخيرة عن طريق أوتارا. بالتالي أيضا دجلة بعيد تماما عن مستواه، يعني خلي بالنا احنا بنتكلم التعادل ده التعادل الثاني لفريق الرجاء هذا الموسم. فبالتالي من أسرع 10 ماتشات، يعني أعتقد إن هو فريق متراجع في الجدول الدوري، هو المركز الأخير وبرصيد نقطتين فقط، هزيمة 8 لقاءات. أعتقد إن كانت فرصة وادي دجلة إنه يفوق على فريق الرجاء، ولكن طبعا كابتن عماد النحاس المدير الفني واللاعبين يعني كانوا متميزين جدا في هذا اللقاء. وادي دجلة في المركز ال 15 برصيد 8 نقاط، اعتقد ان علامة استفهام كبيرة جدا على فريق وادي دجلة هو طبعا ومصر المقاصة اللي في المركز يعني 16، وادي دجلة 15 ثم يليه 16، ولكن طبعا المقاصة النهارده كسب بتروجيت، اعتقد انها حاجة مميزة بتخليه الى حد ما بيتقدم في جدول الدوري من 6 نقاط ل 9 نقاط. اعتقد انها يعني عايزين نشوف المقاصة بتاع السنة اللي فاتت، يعني المنافسة اللي كانت قوية مع النادي الاهلي على صدارة الدوري، اعتقد المقاصة السنة دي اثر في حق نفسه، ولكن هو بهذا الفوز اعتقد ممكن يفوق بشكل كبير، ولكن علامة استفهام لوادي دجلة بشكل كبير مع مديره الفني احمد حسام ميدو، اللي احنا بنتوسم فيه خير في جزئيه المدير الفني الشاب في الدوري المصري او في الكره المصريه. اعتقد ان هو يعني قادم بقوه في هذه الجزئيه، ولكن اكيد في بعض الامور الخاصه الفنيه او الاداريه ممكن بتاثر بشكل كبير. يعني خليني اقول ان هذه اللقاءات اعتقد مهمه جدا في بطوله الدوري الممتاز، مصر المقاصه وبتروجيت، وفوز مصر المقاصه زي ما قلت لحضراتكم على بتروجيت. طبعا معايا المدير الكره بنادي الرجاء عبد المولى مهنا، مدير الكره بنادي الرجاء، الف مبروك لحضرتك والفريق الرجاء. تعادل ايجابي 3-3، اعتقد كنتوا اقرب انتم للفوز في هذه المباراه، يعني الدقائق الاخيره هي حسمت التعادل لفريق وادي دجله. استاذ عبد المولى اهلا وسهلا بكم، تحياتي لحضرتك. هو اتفضل يا فندم. اتفضل. هو طبعا الحمد لله الشكر له اولا واخيرا، بس يعني انا اعتبر تعادل بطعم الهزيمه، يعني احنا كنا محتاجين 3 بونت النهارده، وكنا الاقرب يعني مرتين احنا فارقين هدفين 2-0 و3-1، ولكن الحمد لله الشكر لله يعني قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. طيب يعني خلينا اكلمك بمنتهى الصراحه استاذ عبد المولى، احنا يعني فريق الرجاء يعني كنا بنتوسم يعني في خير من بدايه الموسم، ولكن يعني 8 لقاءات بيتم الهزيمه فيها، تتعامل ازاي اداره النادي في هذا الموقف او تعاملت ازاي؟ يعني النهارده تعادل وليس فوز، يعني وخصوصا ان هو في الدقائق الاخيره الفوز كان هيفرق معاكم حتى نفسيا. الاداره بتتعامل ازاي مع الخسائر اللي كانت موجوده؟ يعني 8 لقاءات من اصل 10 اعتقد انه شيء صعب. والله طبعا احنا الاداره متمثله في الرئيس النادي الحاج سعد الصندوق. أيوة. راجل عنده صبر، يعني احنا طول عمرنا يمكن في السنه اللي قعدنا بيها في الدوري قعدنا كنا اخر 3 مباريات واحنا كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا ننزله، كسبنا الانتاج، كسبنا سموحه، كسبنا اندي في اندي، وعملنا ماتش فيصل مع التليفونات وقعد. السنه اللي صعدنا فيها برضك اخر 6 نقاط واحنا فارق 8 بونت، وبرضك عندنا عزيمه وتصميم وصبر، وصعدنا لاخر مباراه مع البلديه. فاحنا من سمه اداره النادي طبعا انهم يصبروا، وطبعا يمكن حضرتك شايف اللقاء يعني الماتشات الاخيره في تحسن مع كابتن عماد النحاس، ولكن في سوء توفيق من مباراه سموحه لمباراه النهارده لمباراه قبل كده الداخليه، ولكن اداء الرجاء في تحسن وفي تقدم، واحنا بنقول برضك ان شاء الله يعني الدنيا اللي جايه افضل باذن الله. طيب احنا يمكن نادي الرجاء النهارده تعادل مع وادي دجله، لكن عنده المباراه القادمه صعبه، عندك بتروجيت، الزمالك، ثم الداخليه، يعني التفكير سوري انا اسف طلائع الجيش، فبالتالي مباراه الداخل عليها صعبه،
هل يعني في كلام ممكن مع كابتن عماد النحاس في تعامل معين فني؟ هو طبعا الجزء الفني بالنسبه له، ولكن تدعيم حضراتكم للفريق بعد التعادل بتاع النهارده ده هيكون عامل ازاي؟ والله طبعا الحاجه الفنيه كلها يعني مع الكابتن عماد، ويعني ان شاء الله هيكون في قاعده بكره باذن الله مع بعضينا كده، وهنشوفوا ايه السلبيات والايجابيات بالنسبه لفرقتنا، وايه نقاط القوه والضعف اللي عندنا، ونحاولوا نتلاشوا يشتغل على الاسبوع. يعني ممكن نعمل مكافئات كده للعيبه في الثلاث ماتشات اللي جايه كده كلائحه كده خاصه بعيده عن اللائحه بتاعتكم، في حته تحفيزيه للاعبين. يعني انت عندك ماتشات صعبه فعلا. والله احنا عندنا سياده المحافظ لواء علاء ابو زيد محافظ، الراجل مش مقصر معانا في حاجه. احنا لو كسبنا النهارده بكره كان هياخد مكافاه الفوز، وغالبا ان شاء الله بدك هيكون في مكافاه تحفيزيه للتعادل بتاع النهارده، لان احنا هم اللي متعادلين معانا مش احنا متعادلين معاهم. وان شاء الله احنا خد بالك يا كابتن، احنا بنلعبه بره ارضنا، احنا بنلعبه في اسكندريه، بينه وبين ارضنا 300 كيلو في مطروح. صحيح. احنا بنلعبه مرسى مطروح كان هيكون في شكل تاني ووضع تاني، فاحنا ما بتفرقش معانا. هو احنا عندنا ملعب بالنسبه لرجاء استاذ عبد المولى في مرسى مطروح ولا ما فيش؟ احنا عندنا ملعب القريه الاولمبيه بالشيخ 25 في المتفرج، ولكن كان يمكن هو طبعا تبع الجيش، كان في شويه اصلاحات وكنا هنبداه فيه، بس كان في تاخير مش عارف من انهي جهه تاخير، ولكن ان شاء الله الدور الثاني كله هيبقى في مرسى مطروح هيبقى معانا. طب دي حاجه جميله، حاجه جميله دي، يعني تبقى طبعا اضافه مهمه. ولكن هو مكانه فين بالظبط استاذ عبد المولى؟ بالنسبه للنادي ولا للملعب؟ الملعب. لا الملعب في مطروح في كيلو 7. في الكيلو 7 يعني قبل مطروح ب 7 كيلو. تمام. يعني قريب من برج العرب يعني ولا لا؟ ده ولا بعيد؟ لا بعيد. لا كيلو 7 صح. بينه وبين برج العرب 300 كيلو. 300 كيلو طبعا هو شيء صعب. احنا بنلعبه بره ارضنا، بره محافظتنا، بره يعني في مسافه طويله، موضوع ثاني. طيب خليني اقول لك، يعني هل الاداره النادي بتفكر في يناير، انتقالات يناير، بعض اللعيبه اللي ممكن في الانديه الكبيره ممكن تتعاونوا او بتكونوا شايفين ان هم ممكن تجيبوهم عشان الدعم اللعيبه؟ اعتقد هيفرق كتير. يعني كابتن عماد النحاس اعتقد بيطلب مطالب من بعض اللاعبين اللي ممكن يبقوا في يناير، هل حصل الكلام ده مع كابتن عماد ولا مفيش؟ هو طبعا حصل كلام بيني وبين كابتن عماد وبيني وبين الحاج سعد، وطبعا في تناسق. الكابتن في كام لاعب كده بيفكر فيهم وقال لي بس ما قاليش على اساميهم، يعني غالبا من النادي الاهلي او من انبي او زمالك او كده، وهيكون اغلبيتهم اعارات، لان طبعا لازم يجيب لعيب بيلعب في نفس الدوري. صحيح. مش هينفع اجيب لعيب يعني مبطل من الدور الاولاني او السنه اللي فاتت انه هيشيلني، فلازم يكون لعيب رجله في الملعب وبيلعب على كاس الاستفاده. وان شاء الله هيكون في اضافه في يناير اكيد مش اقل من 6-7 لعيبه باذن الله. 6-7 لعيبه. طب احنا بنتمنى لكم طبعا التوفيق يا استاذ عبد المولى، لان طبعا كابتن عماد النحاس واحد من اللاعبين المميزين اللي كانوا في النادي الاهلي، واكيد بندعمه بشكل كبير من خلال قناه الاهلي. توفيق ليكوا، فريق يعني يستحق ان احنا نسانده بشكل كبير. كل التوفيق ان شاء الله ليكوا استاذ عبد المولى وكابتن عماد النحاس طبعا ونادي الرجاء وادارته. يعني ده الشكل طبعا بالنسبه للنتائج النهارده. زي ما بقول لكم مصر مقاصه النهارده كسبت بتروجيت 2-0 في الاسبوع العاشر. ان شاء الله بكره في مباريات الاسيوطي مع المصري البورسعيدي، النصر والانتاج الحربي، المقاولون العرب وانبي، ثم ان شاء الله الجمعه هيكون الاسماعيلي وسموحه والاهلي والداخليه في الاسبوع العاشر. طبعا تابعنا امبارح مباراه كانت مميزه جدا، ليفربول واشبيليه 3-3، وكانت مباراه ناريه. كنا محمد صلاح صراحه ضيع كوره كانت ممكن تسعدنا احنا جميعا بهذا اللقاء ان هو يحرز الهدف الرابع، ولكن طبعا هارد لك محمد صلاح في هذه الكوره. ولكن فريق اشبيليه الصراحه الشوط الثاني يعني عمل مباراه رائعه امام ليفربول، اللي يعني اعتقد ان هو كان متقدم 3-0، ولكن اعتقد ان ليفربول وهو بيلعب خارج ارضه كان قوي جدا، فبالتالي يعني هو خطف فريق اشبيليه. لكن فريق اشبيليه الشوط الثاني تحول قوي جدا وتعادل مع فريق ليفربول في الدقائق الاخيره. عايز اقول لكم ان نتائج امبارح اعتقد انها كانت مميزه، بشكتاش مع بورتو تعادل 1، على فكره كان في مفاجات كتير جدا في مباراه الامس، بشكتاش وبورتو 1-1، وسبارتاك موسكو مع ماريبو السلفاني 1-1، ومانشستر سيتي مع فينورد 1-0 لمانشستر. طبعا مباراه اشبيليه وليفربول في اسبانيا كانت 3-3، وكانت هتبقى مفاجاه كبيره، كان ممكن يوصل فريق
ليفربول بهذه النتيجه لو كان كسب، هو اقرب يعني، هو بيقترب بشكل كبير لدور ال 16، ولكن طبعا كان هتفرق فرق كبير جدا بنتيجه الفوز ويحسم تاهله لدور ال 16، لكن طبعا التعادل اخر شويه. خليني اقول لك بروسيا دورتموند وتوتنهام، وفوز توتنهام على بروسيا دورتموند في المانيا 2-1 او في ملعب بروسيا دورتموند، واعتقد دي ايضا كانت مباراه قويه جدا. موناكو ولايبزيج الالماني، وفوز لايبزيج على موناكو في ارضه 4-1، يعني ايضا مباراه ومفاجاته كانت نتيجه مميزه جدا لفريق لايبزيج الالماني، المفاجاه من السنه اللي فاتت هذا الفريق في الدوري الالماني بوندز ليجا، اعتقد ان نتيجه كبيره جدا على فريق موناكو في ارضه. ايضا ابويول وريال مدريد، وفوز كبير جدا لريال مدريد خارج ارضه 6-0. ايضا نابولي وشختار الاوكراني، وفوز نابولي 3-0. عايز اقول لكم المتاهلين لدور ال 16 ريال مدريد حتى الان، يعني ريال مدريد وبشكتاش وتوتنهام ومان سيتي دول حاليا اللي وصلوا لدور ال 16. الاقرب هيكون بقول لكم لو كان ليفربول كسب امبارح كان هيبقى متواجد معاهم بشكل رسمي في الدور القادم. يمكن ما يخص منتخبنا الوطني، الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني بيعود من اسبانيا الجمعه المقبله ان شاء الله بعد اجازه حصل عليها، وان شاء الله هيسافر نهايه الشهر لحضور قرعه كاس العالم ان شاء الله 1 ديسمبر هتكون قرعه كاس العالم في كريملين في روسيا، وهيتحدد بقى هنشوف احنا هنلعب فين وهنلعب مع مين. طبعا كل الجماهير المصريه منتظره احنا هنكون مع مين، ان شاء الله تبقى مجموعه سهله تخلينا نبقى عندنا ثقه ان شاء الله. احنا عندنا ثقه في منتخبنا ان هو مع اي حد هيلعب، ولكن ما تكون المجموعه كده حنينه تبقى الامور تبقى مبشره بالخير انك تصعد للدور اللي بعده في بطوله كاس العالم، ونكسر ممكن برضو زي ما كسرنا ارقام قاسيه وكسرنا بقالنا 28 سنه ما وصلناش، نكسر ان احنا ما وصلناش للدور الثاني في هذه البطولة يا رب من خلال هذا الجيل بأمر الله. لكن طبعا المنتخب يمكن بعض المنتخبات عايزة تلعبه زي جنوب أفريقيا، مستر هكتور كوبر رفض. في بولندا يمكن أيضا مستر هكتور كوبر تكلم مع الجهاز الفني أيضا والباقي الجهاز الفني ووافقوا على مباراة بولندا، هنشوف هتتحدد إمتى إن شاء الله. بالنسبه ايضا لمنتخبنا والتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019، الكاف بيعلن تاجيل الجوله الثانيه من هذه التصفيات لكل المنتخبات اللي موجوده. طبعا احنا نيجيريا تقدمت بطلب للاتحاد الافريقي بتقول له ان احنا كمنتخبات تاهلت لكاس العالم يهمكم ان احنا نأدي بشكل كويس، فبالتالي عشان نأدي بشكل كويس لازم نستعد بشكل جيد، فبالتالي انت كمباريات زي كده محتاجين ان احنا نجمع اللعيبه ونبتدي نستعد لهذه المباريات. فالكاف فطلبوا ان هم يأجلوا هذه الجوله الثانيه اللي كانت مفروض تبقى موجوده في توقيت مارس، شهر مارس القادم، ووافق الاتحاد الافريقي على طلب نيجيريا، وبالتالي الجولة الثانية بالنسبة لكل المنتخبات تأجلت لشهر سبتمبر القادم بما فيهم طبعا منتخبنا الوطني ومبارياته بأمر الله. يمكن مباراة وحيدة احنا لعبناها في هذا او هذه التصفيات امام المنتخب التونسي، ولكن طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، واكيد استعداد مهم هيكون من خلال المباريات اللي هياخدها ودية ان شاء الله استعدادا لمباريات كاس العالم 2018 ان شاء الله في روسيا. خلينا اروح لفاصل واستقبل الناقد الرياضي استاذ خالد العشري، هنتكلم طبعا على بعض التفاصيل الخاصه بمؤتمر الخاص باستاد الاهلي امبارح، واكيد ايضا هنتكلم على كره القدم معاه ايضا من خلال طبعا استعدادات الفريق للمباراه القادمه امام الداخليه ان شاء الله يوم الجمعه.